الآن في عندي فكرة صورة اللي هي الشجرة اللي في الخلفية مع الغيوم التي يعني في السماء. الآن معي العدسة 24، أتوقع أن المشهد يحتاج عدسة واسعة، فهي عدسة برايم 24، وما أحتاج فلاتر، يعني إلى حد ما مع عدم وجود أشعة الشمس ممكن أن أتحكم في الإضاءة بشكل من الجيد من نفس الكاميرا. ففكرة المشهد إنه هذه الشجرة مع الغيوم في الأعلى، أن تكون فيها نوع من التغطية، بالإضافة إلى إنه لون السماء الأزرق، ممكن أثناء التحويل للصورة أبيض أسود، وأحيانا كمان التعديل يكون جيد. فحنشوف دحين كيف حيكون التصوير. نقطة أخيرة، لأنه هذه عدسات من عدسات المعمارية اللي ممكن تتحكم في المنظور، فأنا رفعت مقدمة العدسة بحيث أني ما أضطر أني أصور من زاوية منخفضة على الأعلى. في برق دوبه حصل، ما أدري كانت الكاميرا صورته أو لا، فأتوقع حيكون في أمطار. فهذا هو اللي الآن بحاول أني أقوم فيه، على أساس أنه أعدل المنظور باستخدام العدسة المعمارية. وأنا تكلمت كثير عن الموضوع قبل كده في عندي في القناة، وحنشوف إن شاء الله نتيجة مع بعض.